وضعك في الصورة غايتنا السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد في هذا الفيديو غادي نشوف الاستاذ تونسي صافي السعيد كيتكلم على الدور ديال المغرب اللي كان كيقوم به في الاجتماعات ديال القمه العربيه وكيفاش كان الدور الكبير ديال الحسن الثاني في لم شمل قاده العرب وكيفاش كانوا كيتصنتوا ليه وكيفاش كان المغرب دائما هو السباق لعقد القمه العربيه فنخليكم مع شنو قال الاستاذ تونسي صافي السعيد نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير ما تنساوش دعمونا بلايك الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد دائما مش لسواد عينيك ولكن لانك تعلم كواليس هذه القمم العربيه. <applause> هو انا جاي ما تمكش باش تحكي لي اللي تشوف فيه الناس تتنافس يوميا. صح 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 انت ستحكي لي ما لم نشاهده في التلفزيونات في هذه القمم العربيه. بالضبط شوف تول المفارقه المفارقه انه التلفزيونات المفروض عليها تنقل الصوره مم. على الاقل الصوره الخارجيه والداخليه. أصبحت المفارقة أنه رغم التلفزيونات رغم كثرة التلفزيونات لم نعد نعرف ما يجول في القمم العربية م. في زمن الصحافة المكتوبة وصحافة الإذاعات فقد كنا نعرف كل التفاصيل كانت كل المحاضر تخرج عبر وزارة الخارجية وتعطى المحاضر للصحافة وتنشر م. كان العراك العراك اللي ما بين الرؤساء يقع السب والشتم ال 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 الغليظ م. والشنيع كان يخرج, يخرج في كاسيتات وكان ينشر في الصحف وكان ينشر في أنا استمعت لمعركة بين حافظ الأسد وصدام حسين يرحمهم الاثنين معركة شنيعة يعني بالأمهات وتحت الأحزمة. أوه أي انا إلى. شو سبب المعركة؟ است... لحظة شوي. أي. نحكي. استمعت أيضا ورأينا أنه كيف ما بين القذافي والملك فهد أوه. يعني معركة شنيعة ورهيبة يعني. ثم راينا ايضا الممازحات فيما بيناتهم مم. وانت في اللحظه تقول هل هؤلاء جديين في معاركهم او هم هزليين لانهم بعد ما يتعاركوا بعد ما يسبوا بعضهم يدخلوا للهزل وللممازحات ولل شيء وللتفكه لم يقع. او للبحث عن النكته و... 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 و ويبدو كل واحد يطري في الجانب الثاني مم. ويلين معه عن طريق خاصه النكته الجنسيه كنا نستمع كثير مرات كانوا ينسوا الميكروفونات <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم ما مرات مرات الميكرو... كانت الميكروفونات نتاع الاذاعات الرسميه كانت طويله يعملوها ستة سبعة امتار وتمتد باي. كنا كان يتسرب الصوت وهم لا يعلمون وكنا نستمع لهم حتى ما شو بيحكوا وشو النكت اللي تبدلوها وشو النساء اللي يسالوا عليها وشو الفنانات اللي تعجبهم أيه؟ وهذه حكاياتهم الزعماء العرب هم في النهايه ناس مثل كل الناس يحكوا في, في كل شيء ويبحثوا على اخر نكته القمم العربيه في وعند... وعندما وعندما يختلون في القاعه أيه؟ ترتفع الاصوات ويبدا كل واحد يدافع عن موقفه ويدافع عن نفسه وتدخل العراق وصراعات وتهم شنيعة يعني بالخيانات بكذا بالأمهات بالأبوات بالتشكيك في الأصول في, 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 في كل شيء م. كل شيء سمعناه ورأيناه وكتب ونشر م. نشر في كثير من الصحف ودفع كثير من الصحفيين وكثير من الصحف دفع الثمن لذلك مرة الذي كان يخرج؟ من الذي كان يخرج مثل هذه التقارير م. أكثر شيء الفلسطينيين ####الفلسطينيين... الفلسطينيين كانوا يخرجوا يغطقوا على الصحفيين بالمعلومات السرية ويعطوا عنا بالقصد يعني للنشر ولفضح المواقف ولتوريطهم في بعض المواقف... م. أنت عندما تقول كلام في قاعة مغلقة... لازم تورطه لازم تنشر كلامه مشان هو يصبح منشور يصبح كما كما لو انه التزام والله يا ريت جبت لنا كاسات ولا أه ولا سيدي من من بعض العركات اللي على نعم يمكن, يمكن في مكتبتي عندي شي كاسات ولا حاجه ما مش مش انا مانيش نارشف للقمة العربية ولا مختص في القمة م. لكن اكثر القمم اللي عقدت هي عقدت في المغرب م. هو المغرب ذات يوم او ذات سنوات كان مختص في عقد القمم السعوديه تمول القمم والمغرب يجمع المغرب حكيم الحسن الثاني كان قادر على جمع العرب في كل لحظه وكان يجمعهم وكان يسوي وكان وكانت المغرب مؤهله لاستقبال الجميع ضمن علاقات مريحه مع الجميع ولكن كانت دائما القمه العربيه تدفع ثمنها السعوديه واضح هذا وضع عربي متفقين في صافي احكي أدول. لي الجامعه الجامعه العربيه وخاصه اثناء تسجيل خارطه او مسوده المشروع البيان للقمم العربيه هذا تحت سيطرة من؟ تحت سيطرة دول معينة بعينها أو كل يقدم اقتراحات؟ موازين قوى موازين قوى القمه اولا هي تكتسب اهميتها من المكان الذي تعقد فيه مم. ثم من الدوله التي تعقد يعني فيها. انها تعقد في تونس يعني مش كتعقد تعقد في الكويت في مشك... مش مثل ما تعقد في المغرب ولا مم. مثل ما تعقد في الجزائر مم. وعاده قبل ما كانش كل دوله تقبل بسهوله ان تعقد عندها القمه لانه يرتب عنها التزامات كثيره مم. وعندها مواقف متعارضه مع دول أخرى لا تريد ان تدخل في هذه التعارضات مم. فهي تعتذر عن عقد القمه وتحيلها الى دوله اخرى وهناك دول بارعة في الدبلوماسية وفي المرونة وفي تدوير الزوايا تستدعي هذه القمم وتخصص المغرب ذات فترة أنه في استدعاء القمم وكان يناسب كان الجميع. من أنجح الدول وكان فيه. يناسب الجميع باعتبار أن الحسن الثاني يدير, يدير بشكل جيد ويغدق بشكل جيد والمغرب عنده إمكانيات جيدة جدا خاصة في سنوات <applause> الثمانين والتسعين وبالتالي استطاع الحسن الثاني يلعب هذا الدور الوسيط بين قوى الخليج وقوى المشرق وقوى المغرب العربي لأن يعني القمة العربية موازين قوى مصر قوية عندما تعقد قمة في مصر قوية وتفرض شروطها أيضا السعودية نفس الشيء أيضا اليوم اليوم ما عدناش نعرف أين هي البوصلة لم نعد نعرف أيها الدولة العربية القوية أو القادرة أو النافذة واليوم حتى الدولة النافذة لو لو افترضنا ان السعودية هي الدولة النافذة وعقدت القمة في السعودية فانها لن تستطيع ان ترغم اي احد على اي فعل اي شيء يعني تغيرت الموازين تغيرت الموازين تغيرت العلاقات مم. مم. الدول اصبحت تستشعر بالخطر كانت الانظمة تخاف من بعضها اصبحت الدول مستشعرة بالخطر أي. ثم الدول هذه انتفخت وامتلكت نوع من السيادة ولم تعد تريد أو ترغب في فرض أي أوامر أو أي عمل مشترك العمل المشترك في العالم العربي م. يكاد يكون حرام على المسألة المالية والمسألة مهمة جدا تتكلف عقد القمة العربية أموال ومن يتحمل مسؤولية هذه الأموال من يدفع هذه الأموال في عقد القمة هي تكلف الأموال لكن م. السياسة بشكل عام هي تكلف باش دول تعيش بدون اجتماعات وبدون مؤتمرات لكن تكلف ولكن يستفيدون منها كلهم م. يستفيدون اللي م. يدفع واللي ما يدفعش م. ثاني الجامعة م. العربية م. ثاني الجامعة العربية كل دولة عضو عندها م. اشتراكات تدفعها في كل شهر وفي م. كل سنة م. ومعظمهم كانوا يدفعوا خاصة عندما تقترب القمم أو تكون قمة في بلدهم يدفعوا يدفعوا المتأخر والمقدم م. م. يدفعوا م. لكن مرات في قمم استثنائية م. تصرف يستصرف عليها الدول الغنية وعادة وعادة السعودية إذا كان عندها آه عندها موقف تحب تمرره أو عندها حاجة بهذه الكمال استثنائية أو الكويت أو الإمارات كان م. يصرفوا م. ولكن هي في النهاية تكلف تكلف كل قمة تكلف شو أقول لك الأفارقة لفارق. كل كل عام حتى هم يعقدوا م. أكثر من قمة وتكلف هذه القمم تكلف ولكن ولكن نتيجة ما الذي ولكن ما هي النتيجه مقارنة العرب بالاموال المصروفه؟ أرقام إيه؟ إيه؟ غني جدا، إيه؟ الفقراء كثيرين وغنيانا كثيرين، إيه؟ غنانا فاحش وفقرنا أفحش، إيه؟ هو كيف ما قال الأخ قبيلتك اليمن، إيه؟ اليمن 25 مليون يعني أكثر من ثلثيهم يتذورون جوع ومسلحين وقنابل متفجرة، وهم يعيشون إلى جنب السعودية والسعودية لا تمنح أي شيء فما بالك أنه يمشي سيد المهدي جمع أنه باش تمنح السعودية فلوس لا تمنح السعودية فلوس إلا لمصلحتها ولا لحماية أنفسها وهكذا تفعل الدول وهكذا تفعل كل الدول يعني مش السعودية مش خاص بالسعودية دونو دونو ما هي حسب موقف. بقى. حتى باش يسلفك يسلفك إيه بشروط احنا ايه؟ اولا العالم العربي لم يعد 370 مليون عندنا نسبه ولادات كبيره في هذا العالم العربي عندنا عندنا معدل الخصوبه في العالم العربي انه راهي سبعه اطفال لكل ام يعني لا ننظر في تونس او كذا اما انظروا الى السودان انظروا الى مصر انظروا الى فلسطين انظروا الى الجزائر انظروا الى السعوديه مم. كذا احنا عندنا حوالي 450 مليون عربي باحصائيات اليوم مم. ال 450 مليون عربي فيهم 10% في اللي هم حوالي 40 مليون سكان الخليج اللي هم الاغنياء أربعة عشرة في وهم يملكون 90% في من ثروة العرب يملكون 90% في من ثروة العرب كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات ماش بخلوش عليا بالرأي ديالكم الناس اللي مازال ما مشتركينش مش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العادة تشوفوا فيديو جديد وديما مغرب